السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. معكم أخوكم مصطفى من قناة مشروعات صغيرة وتربية الحمام. إزيكم؟ وحشتونا، عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير، كل عام وأنتم بخير. بمناسبة شهر رمضان، قربنا هو إن شاء الله النهاردة 19 رمضان. يلا يوحشنا رمضان. موضوع فيديو النهاردة قبل ما نبدأ فيه، عايزك تعمل لايك عنيف جدا، علشان الفيديو ده مهم جدا، هتشتغل عليه معظم فترة الصيف اللي احنا هنحتاجه جدا في فترة الصيف اللي احنا جايين فيه ده. موضوع ايه النهاردة؟ جدري اللي بيصيب الحمام والروشة، اللي هو علاجنا النهاردة النوعين، الدواء اللي انتوا شايفينهم دول هما الاتنين تقريبا زي بعض، لكن الاختلاف في السعر. الاثنين بيعالجهم، هما طبعا دواء بشري، الاثنين دول بيعالجهم الهربس والجدري. الجدري معروف كلنا عارفينه طبعا، بشري، اذا كل ده بنتكلم دواء بشري بيعالج الجدري وبيعالج الهربس. الهربس ده يا جماعة اللي هو لما يكون الانسان تعبان سخن شوية، او اتصب البرد ويطلع عليه نطرة اللي هي بتصيب الجلد على الفم او على الانف يا جماعه، اللي هي بتبقى النطره اللي احنا بنسميها في مصر، المصريين بيسموها النطره، معرفش بقى اخواننا في الدول العربيه بيسموها ايه، طلع له نطره بسبب السخونيه او حاجه. الحاجات دي فيروسيه، الجدري والهربس فيروسيه. فالدواء ده علاج للجدري وعلاج للهربس، لكن النهارده احنا هنستخدمهم في الحمام. ليه لا؟ ما احنا دايما بنستخدم الادويه البشري في الحمام وبتجيب نتيجه. طيب هقول لحضرتك، احنا كمان هنستخدمه بما ان هو فيروسي، هنستخدمه برضه للروشه. فاحنا لما نستمر عليه في الفتره ديت هيبقى وقايه عندنا من الروشه، اللي هو او النوشه، او الناس اللي بتسميه اخواننا في مصر بيسموه كذا اسم على حسب البلد، بيسموا الروشه النوشه او البراميكسو، يعني فيروس اللي هو البراميكسو ده اللي بيسبب الروشة للحمام. ده طبعا في سبب تاني للروشة اللي هي بتيجي نتيجة السلمونيلا، مش موضوعنا ده دلوقتي، لان السبب التاني ده بيكون بسبب السلمونيلا اللي بتيجي شديدة وما بتتعالجش. طبعا في تحصينات عملناها قبل كده للروشة، في تحصين للسلمونيلا كنا عملناهم قبل كده، لكن مش هو ده النهاردة. النهاردة موضوعنا موضوع الحاجات اللي هي الأدوية البشري دي غير التحصينات. انت شفت معايا التحصينات قبل كده، هسيب لك الروابط بتاعت الفيديوهات بتاعت تحصين الروشة غير تحصين السلمونيلا، عشان اتكلمنا في الموضوع ده كتير، في ده له تحصين وده له تحصين. تمام، يبقى هنبدأ النهاردة نشوف هنستخدم الدوين دول ازاي. قبل ما نقول، اول نقول على الاسعار، علشان في ناس كتير هتسأل على الاسعار. فيروستات اللي قدامنا ده ثمنه 27 جنيه، هو ارخص شوية من الزيفوراكس. هقول لك ليه. الزيفوراكس ده لو قربنا كده شوية بالكاميرا هتلاقي ان هو 400، التركيز بتاعه 400. الفيروستات التركيز بتاعه 200، تمام؟ فيروستات تركيزه 200، لكن زيفوراكس تركيزه 400. طبعا احنا هنستخدم الجرعة هنا غير الجرعة هنا، الجرعة هنا هتكون مضاعفة عن الجرعة الفيروستات. طيب الثمن، الاسعار بقى، فيروستات ثمنه 27 جنيه، تمام؟ زيفوراكس ثمنه 47 جنيه قبل الزيادة. انا سمعت ان فيه زاد تاني، لكن معرفش هو زاد بقى بكام. انا سمعت ان هو زاد تاني، لكن هو ده السعر القديم بتاعه كان 47 جنيه. طيب هو مش خسارة، لما هتعرف الفوائد بتاعته هتلاقي ان هو مش خسارة. احنا هنستخدمهم من هنا ورايح الشهور اللي هي بتاعت الصيف. مهم جدا يا جماعة، الحمام بيكون متبهدل عند الناس، بس مهم جدا ان انت تبدأ في استخدامهم على طول، سواء فيه او مفيش. ويفضل لو يكون قبل ما يصاب الحمام بالجدري. الحمد لله انا حمامي لسه ما فيش حاجه، الحمد لله ما اتصابش، انا ما حصنتش. هو زي ما قلنا الجدري له تحصين، لكن هقول لك استخدم او اول ما يظهر حبايه، لو ظهرت حبايه ابدا على طول في الاستخدام، او قبل ما تظهر الحبايه يكون افضل، استخدم كوقايه. احنا هنستخدم، هنقول ده كوقايه 3 ايام في الشهر، هنستخدمهم 3 ايام في الشهر عشان نكون متفقين، ليل ونهار تسقي الحمام منه 3 ايام، تمام؟ لو في اصابة خليهم 5 ايام لغاية 7 ايام ماشي،
تمام، لغاية معاك لغاية 7 ايام ماشي. طيب لو انت هتستخدم في مسألة زي كده جماعي يبقى هتعمل ايه؟ لو انت هتستخدم جماعي طيب هنقول الزيفوراكس اللي هو الزيفوراكس اهو، هنقول بتستخدمه اللي هو اقوى اللي هو 400. نقرب لهم تاني، زيفوراكس اهو وتركيزه 400 وده اللي هو 200، ده هنستخدمه. فيروستات هتستخدمه 5 سنتي على اللتر زيفوراك فيروستات، والزيفوراكس هتستخدمه ده قلنا ده هيبقى 10 سنتي، اسف ده اللي هو فيروستات هيبقى 10 سنتي على اللتر، ده هتستخدمه 5 سنتي على اللتر عشان ده ضعف القوة بتاعت ده، يبقى ده 5 سنتي زيفوراكس وفيروستات هتستخدمه 10 سنتي. تمام، اللي تلاقيه من الاثنين، يعني انت لقيت اللي هو الرخيص يشتري الرخيص ما فيش مشكلة. تمام، يبقى ده للجرعة الجماعي التربية الجماعي اللي هو مربي سايب زي حالاتي كده هيعمل كده. اللي مربي بقى في سلاكة وعايز يأتي أعطيت منه سنتي واحد في اليوم، خلاص اللي هو زي ما قلنا للوقاية 3 ايام سنتي في الفم مباشرة بالسرنجة بالمبسم السيليكون زي كده، هتأتي منه سنتي في الفم مباشرة في فم الحمامة. ولو انت عايز تأتي اي فيتامينات تانية اعطي 3 ايام من ده وثلاث ايام تانية رفع مناعة، شوف انت بتشتغل برفع مناعة ايه، اعطي 3 ايام وثلاث ايام ان شاء الله مش هيجي للحمام عندك جدري نهائيا. خلاص نقول كده وداعا للجدري. الناس طبعا اللي ما بتحبش تحصين الجدري، التحصين الجدري اللي هو رخم شوية اللي هو باستخدام الشوكة وان انت تغرزها في الجلد وتعديها من الناحية التانية، فالموضوع بيبقى في مش كل الناس يهون عليها تعمل كده في الحمامة. انا عن نفسي انا ما عملتش التحصين الجدري ده وربنا ما يحوجنا له، ان شاء الله هنشتغل بالادوية دي واحد من الدوائين دول، بس انا اشتريت لك التاني عشان لو ما لقيتش ده يبقى هتستخدم الدواء التاني ده. تمام، يبقى سنتي على في فم الطائر وخمسة سنتي من زيفوراكس، ركز معايا 5 سنتي من زيفوراكس لان انا نفسي تهت، 5 سنتي من زيفوراكس او 10 سنتي على اللتر من فيروستات. كده نكون خلصنا موضوع فيديو النهاردة، وان شاء الله ان شاء الله ربنا يبارك لكم جميعا وتكون سنة بدون جدري، سنة خير للناس كلها، تكون سنة خير بدون جدري للحمام بتاعكم، ونشوف عندكم احسن زغاليل باذن الله. عايز اسمع رأيكم ايه، انت بتعمل ايه عشان وقاية للجدري؟ وطبعا احنا ما ننساش النظافة والحشرات، النظافة والحشرات، قبل ما ننسى النظافة والحشرات لازم تقاوم الحشرات. احنا عملنا وقاية للحشرات قبل كده كتير، فيديوهات برضو هنسيبها لكم اللي هي وقاية من الحشرات، الحشرات والنظافة، دام الحشرات بتسبب او بتنقل موضوع الجدري زي ما قلنا، دي فيروسات يا جماعة، تعامل معها بالنظافة وبالمضادات الفيروسية زي دي. تمام، اهو ده اسمه فيروستات. كده عايز اسمع ارائكم في التعليقات، سيب لي تعليق وقول لي رأيك انت حكايتك ايه مع الجدري، وقول لنا تجربتك وقول لنا رأيك، رأيك يهمني. وكل عام وانتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.